أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب، تحية للمعتقلين، تحية للمخطوفين، تحية لجميع الناس اللي تيخرجوا كينددوا بالوجود ديال هذا النظام اللي تسبب في هذه الكارثة اللي تعيشها المغاربة. كيف ما كنعرفوا أن الشعب المغربي تعيش كارثة، يعني بلا صباغة، بلا زواق، بلا ما نبقاو نزوقوا فيها، بلا داك الكلام اللي كيخرجوا به المسؤولين الرسميين. يعني المغرب تيعيش أزمة، ماشي المغرب ولكن الشعب المغربي تيعيش في أزمة اللي السبب ديالها وهو هذا النظام، هو الدولة العميقة، هو العائلات التارية اللي كتشارك مع النظام حكم المغرب. كيف ما كنعرفوا حاليا أن يعني محمد السادس اللي هو ملك البلاد واللي كيعتبر رئيس المغرب وكيعتبر رئيس البلاد، كنعرفوا تيعاني من مرض يعني منذ سنوات طويلة. يعني محمد السادس وجوده كعدمه في المغرب، لان كنعرفوا ماشي هو اللي تيحكم، كنعرفوا ان شكون اللي كيحكم في المغرب، كاينه العائله الملكيه اللي كتكون من خواتاته، من الاقرباء، من سميتو، زياده على يعني الطبقه البرجوازيه اللي كتشارك المغرب، اللي كتشارك النظام المغربي في حكم المغرب. اما الى جينا نقولوا مثلا السياسيين والاحزاب، هذوك غير نسوهم، هذوك بيادق، يعني بيادق مكوغطين مزيان، يعني بيادق ديال التبيضيق، زعما ما عندهم حتى شي دور في سياسه المغرب، لا في المجال السياسي ولا المجال الاقتصادي ولا المجال الاجتماعي. انا كنعرفهم ناس يعني هما ككراكيز. يعني هنا اللي كنبغي كنركز مثلا ان حكم المغرب كيشارك فيه يعني العائله الملكيه اللي كتكون من خواتة الملك وخوه وكذا، وكتكون من طبقه الاثرياء اللي كيتواجدوا في المغرب، هادو هما اللي كيحكموا المغرب، يعني هادو هما اللي كيستافدوا من خيرات المغرب. يعني شكون اللي كيسيطر على المغرب، شكون اللي كيقرر في المغرب، دابا هما الناس اللي كيستافدوا من خيرات المغرب. الى جينا نشوفوا مثلا محمد السادس، يعني اللي يعتبر رئيس للبلاد، كنعرفوا انه مريض، يعني بلا ما نبقاو نضحكوا على راسنا ونقولوا هناك بعض الناس كيخرج تيقول لك الملك وهو اللي كيدير وهو اللي كيدير. الملك ما كيدير والو، الملك ما كيدير والو، لانك كان الملك غيدير كون راه دار شحال هذا. واش الميزانيه ديال القصر مازال كتصنع عباد الله؟ واش هاد الملك كون كان فعلا قلبوا على المغاربه، ولا قلبوا على المغرب، ولا قلبوا على الشعب المغربي، واش غادي يبقى يسمح بديك الميزانيه كتمشي من الضرائب ديال الشعب كتمشي للقصر؟ يعني تصوروا واحد الانسان اللي كيخطف كل ما في المغرب، يعني الخيرات ما في الارض وما في البحر وما في السماء وما في القمر، يعني كلشي داكشي في المغرب ديالو، ورغم هذاك الشيء مازال كياخذ الميزانيه اللي كل سنه اللي كتجي من ضرائب الشعب اللي هي الصالير ديالو. يعني بحال ما شنو كيدير، وكل غير كان كيدير شي حاجه. دابا بعض الناس يعني بعض الناس مثلا غادي يقول لك، هناك بعض الناس كيضحكوا تيقول لك اودي الملك راه ما كاينعش، وانت معاه، علاش ما كاينعش؟ علاش ما كاينعش؟ علاش ما كاينعش هاد الشيء؟ واش يحسب لك انت داكشي ديال الافلام وداكشي ديال الاموي والعباسيين، ان الملك تيبقى تيفكر للكل وكذا، وانت هذاك الشيء راه مشى مع الازمنه الغابره، ومشى ملي كان الملك تيهز السيفوت هو تيخرج كيتحارب، مشات مع ملي كان الملك كيركب على عوده كيهز السيفو كيتمشي كذا هو كيتقاتل. اوكي، ما دابش الملكيه بقات، واحد لابس قفطان ولا بحال كيبان بحال شي خط تراكس. واحد القضيه غير كنبغي نهضر عليها دائما، هو هذا اللباس التقليدي المغربي اللي رجع المغاربه كلهم بحال، يعني اش غادي نقول لكم، يعني واخا احتراما للتقاليد المغربيه، ولكن باش كتشوف راجل لابس قفطان اللي من المفروض كيلبسوه النساء، يعني هنا يعني يتقزز الانسان، وحق الله العظيم، والله العظيم اللي كتشوف راجل لابس قفطان ديال الحرير بال داك الطرز وداك التخرميق، يعني ماشي راه هذا هو التشبه بالنساء، هو هذا، ماشي غير تقول لي التقاليد، والتقاليد غير في اللباس، التقاليد غير في سميتو، فينا هو التقاليد؟ المهم هذا موضوع اخر، ما يعني ولاو كيبانوا لي الرجال في المغرب بحال الشيخات.
بنادم كتلقى لابس قفطان خضر حتى هو ولا لابس قفطان احمر، اش من رجوله اش من اش من ويل هذا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. المهم محمد السادس ما بقاش حاكم المغرب، خصنا نعرفوا هذه القضيه، خصنا نامنوا بهذه القضيه. راه هناك الناس مثلا تيقول لك محمد السادس راه حاكم، راه ما حاكم والو، راه اللي كيحكم المغرب دابا راه معروفين، راه يعني الدوله العميقه وبمشاركه العائله الملكيه اللي كتكون من خواتات الملك وخوه وكذا وكذا. ولكن الملك كنظن راه ما بقاش يعني عنده القدره انه يحكم. كيف ما كنعرفوا ان في البلدان المتقدمه، البلدان اللي كتامن بالديمقراطيه، ما كيختاروش الرئيس مثلا الا كان الرئيس مثلا تيعاني من شي مرض، ما تيختارش ما تيحكمش، لان من بين المؤهلات اللي كتخلي ان الانسان يكون رئيس للبلاد مثلا راه هي قوته الصحيه وقوته العقليه. راه الا كان مثلا الزعيم كتنقصوا يعني القوه الجسديه يعني صحته، ولا مثلا الصحه العقليه، راه يعني كيفاش مثلا واحد الانسان مثلا اللي كيتالم واللي كيعاني غادي يحكم؟ راه ما كايناش هذه. شوف مثلا غير القضاة، غير القاضي مثلا، هناك تيقول لك خصم القادم اللي كيمشي كيقسم المحكمه خصو ما يكونش تيعاني من شي مرض، خصو ما يكونش عنده شي ازمه، خصو ما يكونش. ولكن حنا في المغرب كنلقاو يعني ديك الملك غير بالسميه، يعني الرئيس البلاد غير بالسميه، غير الديكور. وكنلقاو في الجانب الاخر ناس اللي كيتبوردوا على المغاربه، يعني كيتبوردوا على المغاربه، لان كنشوفوا مثلا التقرير اللي جات به المندوبيه السامية للتخطيط، تيقول لك اودي راه يعني 77% من المغاربه كيعانيوا. دونك شكون هما الطبقه اللي حاكمه المغرب؟ وهي 3%، هما دوك الناس اللي كيسيطروا على كل شيء، كيسيطروا على جميع المجال المالي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، كيسيطروا على كل شيء. هما الناس كيحكموا المغرب. يعني باش يجي شي واحد يقول لي لا راه المالك، لا الملك ما تيحكم لا المغرب لا والو، يعني غير ديك اللعبه الطحنيط محنطينو راه تيقول لنا راه هو اللي حاكم المغرب. غير كنشوفوا الاوضاع، لان مثلا تصوروا هذا الملك عباد الله اللي كياخذ كل شيء داكشي اللي في المغرب، يعني وقرب يموت، يعني انسان مثلا لو كان فعلا يعني يمتاز بالحكمه، ان الانسان ملي كيوصل واحد السن وكيخطف ما فيه الكفايه، وولدو خرج فيديو في واحد القناه بريطانيه تيهضروا عليه لاغنى طفل في العالم، يعني هذا الملك هذا ما يحلش على داك الشعب المغربي، يعني ما يطلقش سراحه اللي مازال جالس كيسرق ليه الضرائب، هالميزانيه القصر، هالميزانيه ديالو، هالميزانيه، والطفوبير على السياسيين وعلى الطباله وعلى العياشه وعلى سميتو. ولكن الشعب مازال تيعاني يعني الويلات اللي ليست يعني ما كاينش شي دوله في المغرب تنظن يعني في الظروف ديال المغرب كتعيش الاوضاع اللي تعيشها اللي كيعيشها الشعب المغربي، يعني عيقتو يعني حشومه والله العظيم، ولكن عمرها تهضر. الشعب المغربي راه مخدر، الشعب المغربي منيم، الشعب انا كنشوفو مثلا مع اشنو هي الفئه اللي غتهضر عليها مثلا في المغرب؟ اشنو هي الفئه اللي غتهضر عليها في المغرب؟ فئه الشباب. راكم كتشوفوا الشباب فين وصل، يعني قمه التخدير وقمه يعني خدموا على الشباب وخدموا على النساء وخدموا على كل شيء. النظام المغربي يخدم على كل شيء باش يخدر كل شيء وباش يكالمي كل شيء وباش ينعس كل شيء، باش كيوجد الارضيه للناس اللي غيحكموا من بعد هادو اللي حاكمين دابا. يعني هاد طبقه الشيوخ اللي دابا كاين في المغرب جالسين تيوجدوا الارضيه اللي الاولاد بغيجوا ليها، الملك راه تيوجد لولده، ديك طبقه الاثرياء تما راه كيوجدوا لولادهم، مازال يعني كيدصوا الارضيه لولادهم باش يجيو يلقاوها مليسه وزوينه، لا مشاكل لا ثورات لا تخربيق لا والو. فوالا هادشي اللي طاري في المغرب. والشعب المغربي كتشوفوا يعني بالتخدير، كنشوفوا مثلا التخدير ديال الاحزاب، شنو واقع مثلا بين الاحزاب، كنشوفوا ديك الاحزاب الافلام التمثيليات القصص، ها هما كيدابزو، ها هما شي كيتهم شي كيصرع بشي، ولكن في غياب ان ما كاينش شي واحد مثلا اللي كيخرج يعني بشي تصريح اللي صريح ان راه الملكيه هي المأساة المغرب، رغم ان هاد الناس راه كيعرفوا شكون هو السبب ديال المأساة في المغرب.
واش كتظنوا مثلا زعما هاد الزعماء السياسيين ولا هاد رؤساء الاحزاب واش ما تيعرفوش ان الملكيه راه هي سبب خراب المغرب؟ هما عارفين ولكن ضاربين الطم لانهم يعني كيحصلوا على الامتيازات، كيحصلوا على الدعم، كيحصلوا على المليارات، لان كاين واحد الجماعه في المغرب عايشه غير بهذه القضيه هذه، عايشين غير لانهم يعني تابعين تابعين كيطبروا الملكيه. يعني في كل تصريح كيخرج تيقول لك الملكيه ودير لك الملك نصره الله وكذا، يعني كلهم يعني نفس مسكين من بنفس المغرفه، زعما ما كاينش فرق ما بين زاعم المعارضه ولا زاعم الحكم. وواحد القضيه اخرى نهضروا عليها، الحكومات المتعاقبه ولا اللاحقه مثلا في ظل هذا النظام الملكي، راه ما تكونش مثلا شي حكومه مثلا، راكم كتشوفوا الحكومات المتعاقبه في ظل هذا النظام هذه، راه كلهم بحال بحال، كلهم بحال بحال، تيجيو باش كيخدموا البروباغندا وتيخدموا الاجنده ديال الملكيه. ما كاينش مثلا شي حكومه مثلا اللي غادي تجي، لان ما كاينش استقلاليه، ما كاينش استقلال، لان كل شيء كيسيطر عليه الملك، كل شيء كيسيطر عليه الملك هو كل شيء. هادشي اش مثلا غير كنبغي نقول مثلا الناس الا بغي يخرجوا مثلا هادوك زعماء الاحزاب ولا شي واحد مثلا المعارضين هادوك الناس ملي يخرجوا مثلا يهضروا، ما يهضروش مثلا على يبقى يهاجم مثلا حزب ولا يهاجم رئيس حزب، نو خصهم يحاجموا الملك حتى هو. علاش ما يتهاجمش الملك حتى هو؟ علاش ما توجهش له الاتهامات؟ ولا الملك كنقولوا انه دار، ملي كتكون شي حاجه زوينه في المغرب راه دائما راه الملك اللي دارها، ولكن مثلا باش نقولوا شي حاجه مثلا شي حاجه مثلا اللي خايبه ولا شي حاجه، لا ما كنقولوش الملك اللي دارها، تنقولوا الحكومه ولا شي حزب، يعني كنلصقوا التهمه للحزب ولا الحكومه ولا شي حاجه. يعني هذه التمثيليه يعني تفهمات وتعرفات مثلا في المغرب، ما يحتاجش مثلا غادي نجيو غنبقاو نناقشوا هذه القضيه يعني. اوكي الاخوه والاخوات، يعني هذه غير نقطه النظام، بغيت نهضر شويه، بغيت نعبر، بغيت نفرغ، فهمتي؟ بغيت انا راه كان بنادم، راه بعض المرات كتبقى كتفكر كتبغي تطرد داك البنادم كيبغي، فهمتي؟ اللهم يخرج يهضر يقول داك الشيء اللي تيضره في قلبه وصافي. ايوا هذا الشيء اللي بغيت نقول للاخوه والاخوات، وكنتمنى لكم امسيه سعيده والله صباح سعيد، لا اللي كيف اللي فوق ما شفتي الفيديو راك سعيد. اوكي الاخوه والاخوات، ايوا السلام عليكم، وحتى المره اخرى وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. يا الله تبارك الله.